حسي إيماني، لفظي قرآني، وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال النووي رحمه الله تعالى، الإمام النووي تعرفوا، أنا ما كنت في حياته، ما لحاته. لحاته أنت شيخ بشير، بس تعرف مكانه حوران بنوام. كان عالما عاملا معلما، الله يرضى عنهم. فحكى كلام لا أدري إن كان كلامه لزمانه أو لزماننا. أنا بنصح لسان دين الباب يقربوا لقدام، نصيحة لله. كان يقول الإمام النووي، الذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب، أو القلب واللسان جميعا. فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. كلامه إذا ما له دليل ما منحبله. وإذا كان جبلنا دليل كلامه مقبول. ليش القلب أفضل من اللسان؟ اللسان ينطق بعلم ووعي وإدراك، القلب ما عنده وعي وإدراك. فلماذا جعل القلب أفضل من اللسان؟ الذي يدرك اللسان أو العقل، ما بعرف. انتوا بتعرفوا الادراك باللسان او بالعقل؟ الذي يحرك اللسان يا ترى بيتحرك من ذاته او العقل بيحركه؟ إذن اللسان يحتاج إلى العقل حتى يوجهه، أما القلب لا يحتاج إلى العقل، القلب هو يوزع على العقل.
لذلك جعل القلب أفضل من اللسان. حدثني قلبي عن ربي، إذن القلب يأخذ من الإذاعة مباشرة، الإذاعة الربانية مباشرة، أما اللسان يحتاج أن يأخذ عن طريق العقل. مر الكلام صح؟ فإذا جعل القلب أفضل من اللسان، لأنه الصلة المباشرة مع القلب كمثال، معظمكم عندكم أولاد، الأب إذا جاء طلب من زوجته بيقبلوا أكثر أو من ابنه؟ لأن الزوجة أقرب، لأنه الصلة الموجودة بين الزوج وزوجته ما موجودة بين الولد وأمه وأبيه. صح؟ فإذا المباشرة هي أفضل من الواسطة، فبتأخذ مباشرة. حدثني قلبي عن ربي، لذلك جعل القلب أفضل من اللسان. فإذا الأمر أن تذكر ربك بقلبك وليس بلسانك. إذا استطعت تحرك قلبك بذكر الله. في أحد منكم عنده قدرة يمون على قلبه ليحركه بذكر الله، أو بتمونوا على العقل واللسان والقلب صعب تمونوا عليه؟ كل كلمة تسمعوها العقل ما بيقبلها والقلب ما بيهضمها ردوها على صاحبها، لا تمرقوها، قولوا له هذا الكلام غلط، نأمل منك أن تراجع وتبني على يقين، لأنه كلامك ما معقول. وأنا صدري واسع، إذا واحد قال لي أنه كلامك ما صحيح ما بزعل، بقول له دخيلك دلني على الصحيح، ما بعد هذه صلاة إلى الصحيح، فدلني دخيلك، لأنني عاجز فارحم عجزي بعلمك. أنا لا أزال متعلم، لو قعدت على الكرسي ونصبت حالي أنا لا أزال متعلم، وأقبل العلم من طفل صغير. هذا مو حكي، هذا واقع. عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال، سعد بن مالك ناخل لا يأتينا بعلمه، يأتي بالنخل. عن مين؟ عن خير الخلق،
خير الخلق يقول، خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي، عايش مستور مش عارف، بالجيب ما في شيء، مستور بالبركة، هذا خير الرزق. أما إذا صار عنده يعني مطبقين للمستقبل حرام شيء، ده إذا استطعت تجمع وتطبق بالمستقبل تلاقيهم قدامك، ما بيعرف حاله الواحد، بطني ما بعرف شو صاير، مكركب، فارطة معدتي، بابا خلينا ناخذك على المستشفى. لك يا ابني أنا مستشفى، بالمستشفى ما في بوتة بأقل من 200,000 ليرة يا ابني، والله ما موجودين، أنا مستفاد لو تاخذوني وتحطوني بالدين، حتى المستشفى إذا ما عبط سدفة ما بيقبلك. لذلك ابني خلوني مستور بالبركة، ليش لو أنا قايم لي كم كبسة مخبيهم للمستشفى ما بيجوز؟ بيجوز إذا طلع بإيدك لا تقصر، أما إذا ما طلع بإيدك لا تحمل حالك أكثر من طاقتك. أب عم يشكي أولاده، قالوا بابا ناخذك على المستشفى، قال لك يا ابني جيبوا لي طبيب لهون أرخص من المستشفى، وهدي بده يحكي بالمستشفى بيحكي الطبيب هون. الموضة إلا على المستشفى، والمستشفى متى بدت لجوا حطوك على التخت علقوا لك سيروم بدون لا سؤال ولا جواب، متى تعلق السيروم اترتب عليك هذه الليلة، لو بعد نص ساعة طلعت انت شغلت التخت ليلة بدك تدفع أجار الليلة. حضر حالك، إذا أجاك يوم تكون أنت كمان محضر حالك. والله يمكن لو وجدتني اليوم أنا ما عندي استعداد ياخذوني على المستشفى، ما محضر شيء، بقى أحسن جيبوا لي طبيب على البيت. ومع الطبيب ممرضة علي لي سيروم بالبيت، إجري تتخذ يمكن أكثر من 100,000 ليرة 500، الله يعيننا. ما عاد شيء حضر حالك، لكن أنا بنصحك قبل ما تحضر حالك ماديا حضر حالك معنويا، إنه أنت ما بدك تروح على المستشفى، بدك تتعالج بالبيت. شو التحضير المعنوي؟ الذي خلقني هو أعلم مني بنفسي، ياخذني العبد ياخذني يخليني خليني، المستشفى ما بيطول عمري ولا الطبيب يطول عمري، الطبيب وظيفته إذا شاف شريطة من حديد مطعوجة بجلسها، وإذا ما شاف الطعج يقول ما بعرف فيه، ما
هيك وظيفة الطبيب. بس هو عنده انتباه بيشوف الصعد اللي انت ما بتشوفه، يقول لك هون في خلل وهذا يعالج بالدواء الفلاني. هذا اللي قريناه بالكتاب، اكتب هيك ما بعرف، هي وظيفة الطبيب. اما اذا كان عملت سلع انت مع طبيب الاطباء، عملت سلع مع الله بكثرة ذكره، ما بيحيجك لا مستشفى ولا طبيب. كان أحد إخواننا رحمة الله عليه ذاكر، وكان اسمه عربي الطبيش، أخوه ليوسف، عنده أولاد متجوزين وكل واحد قاعد ببيته لحاله. قال لي يا بنت حلال داي خلي دعي لي للأولاد خلي يجوا. دعيت للأولاد، قال أبوكم بدي إياكم تعالوا. جمعوا، بابا شلونك أنت؟ أنت بابا شلون شغلك؟ أنت شلون حياتك؟ أنت شلون وضعك؟ اطمأن على أولاده كلهم. بعدين قال له بابا دا نفسي ما بعرف صاير لي، جيبوا لي طبيب الله يرضى عليك. راح واحد ليجيب الطبيب، وقام هو سافر، اجى الطبيب قال ايه ميت هذا لا جايبيني، لما رحنا نجيبك ما كان في شيء، لكن بهاللحظات امن على اولاده ومات. ما حدا تعب ولا حدا انزعج، كتب تقريره الطبيب وقبض اجر الطبيب وحمل حاله وراح. ثاني يوم اخذوا على التربيه. وهذه ثمرة من ثمرات ذكر الله. وفي غيره بعلعل 7 سنوات 8 سنوات بالفرشة لا بيسمع ولا بيحكي، فهذا موته أثر ما بقاؤه. فلما بتكون انت مع الحكيم العام الذي اوجدك ذاكر له، ما بيحيجك لبعض مخلوقاته. ولما بتكون غايب عنه بيوكلك الى مخلوقاته، بيشتغلوا فيك بالتجارب جمعه وتنتين وثلاثه واربعه، بعدين على هالجورة قايم لك قرشين بحطوهم عشان يصفوا الاولاد بلاشي. هي ثمرة من ثمرات ذكر الله. الله يرضى عن شيخنا اللي الله يرضى عليك، روح لعند ابو عمر دياب، خد صينية من هون خليه يساوي لك صينية لحمة، خدها لأبو عزات، كان اسمه أبو عزات المنتني رحمة الله عليه، أخذت له إياها أكل. أنا قاعد عم استنى يخلص الرجل بدي آخذ صينية، نمت. الشمس بالأوضة وشوب والدنيا صيف وأنا قاعد نمت. وأذ بيجي شيخ أمين
قال له يا ابو عزات لا تقل، بكره غداك عنا. فتحت عيوني ما شفت حدا. جبت الصينية وجيت لعند شيخنا. سيدي أنا هيك صار معي. قال لي لا تحكي لحدا لبكرة. لبكرة لبكرة. صليت الفجر وقام نادى لي. نعم. قال لي ابني شو صار بأبو عزات؟ قال لي سيدي والله ما بعرف. قال ما بيصير يا ابني، روح شب لي شو صار معه. طلعت من عند الشيخ عن مشرقة، بدي اطلع من الباب لقيت ابن ابو عزات جاي. راسا سالته توفى الوالد؟ قال لي ايه. قلت له ايه، فوت تعال. فوتوا لعند الشيخ. جلسيد هذا ابن ابو عزات. قال له شو صار بالوالد ابني؟ قال له توفى. قال له ايه خير ان شاء الله. قال لي بتروح معه ما بترجع لتنزلوا بالأمر. شو بدهم ساعدهم؟ رحت. لما حملوه حطوا على المغتسل طلعت روائح، ما عاد أحسن اتحمل الروائح. بحياتي ما شممت مثل تلك الرائحة. مسك على الخفيف وبقيت الريحة حتى نزل في قبره. رجعت لعند الشيخ قلت له سيدي أنا ساعدتهم لحتى نزلته في القبر وما وقفت مع الناس بشان يعملوا عظم الله أجركم، دغري هربت جيت لعند الشيخ. قال لي شو شفت؟ حكيت له. قال لي يا ابني هذه آثار ذكر الله، كان الرجل ذاكرا. شو رأيكم بهالعاقبة تبع الذكر؟ حدا منكم بيقبلها لذاته؟ يلي بيقبلها لذاته عليه بذكر الله. كان أبو عزات رحمة الله عليه كان ذكره الصباحي أفضل من كل ما في الكون، ما يرد على حدا حتى يخلي الذكر. هي ثمرة من ثمرة ذكر الله. أحكي لكم واحدة تانية. واحد اسمه أبو علي المفشي، اختيار، لما كان صغير كمش الزيز، ربطه من رجله صار يلعب بالزيز وقام قطع له رجله للزيز. فرب العالمين قال له هذا الزيز الضعيف انت تقاويت عليه، وقف لورجيك. شو بدك تورجيني؟ دفشه رماه بقيت رجله هيك لحتى مات. كان يقعد بالدرس يمد رجله هيك. شو سبب رجلك اللي قطعت رجل الزيز؟ فالله ثبت لي رجلي ما بتتحرك لحتى مات. كان يقعد بالدرس عند الشباك ويمد رجله ما بتنطوى.
ما أجمل الإنسان يكون عنده إحساس بذنب وقع فيه، يشعر بعظمة الذنب ويشعر بحساب الله عز وجل. أبو علي الفشي كان بستان، فلاح، والعادة الناس بيجوا الجنازة إذا كان جنازة تقيلة، أما واحد درويش مين بده يطلع بجنازته؟ فأنا رحت حتى غسلوه كفنوه حطوه بالتابوت جبته له. كان صحن الجامع القديم. شيخنا صلى بصحن الجامع القديم، تعبى الصحن وتعبى الحرم بجنينة وقف 4-5 صفوف، بالشارع وقفوا 3-4 صفوف. البشر اللي اجت على وفاة أبو علي المفشي ما مر علينا مثل حكايتها بحياتنا. أبو علي المفشي مين هذا؟ شيخنا اختار لي بنته جوزني إياها، قلت لها روحي اليوم النام عند أهلك بالبستان، أنا نايم. فتحت عيوني شفت شرح أسود واقف، فأنا قدرت جني والله من طرابته. شو أنا بخاف من جني أنا؟ فزيت من وراء ظهره، بدي احط ايدي برقبته واخنعه، واذ لقيت عمي واقف بالصلاه عم يصلي. استحيت على حالي، رحت على البرميل توضيت واقتديت معه. مرات مرة من المرات أنا واقف الصلاة معه شفت حالي إني أنا ما عاد وجدت، أنا طرت بين السماء والأرض، ما عاد إلي وجود، ما حاسس على حالي. ما عم صلي، حكيت لشيخنا قال لي ابني هذه ليلة القدر، فالله يهنيك فيها خير إن شاء الله. مات عمي وراء عمي وأنا إنساني على قيد الحياة، ما لي عارف حالي. أنا مشتهي أن أجد عالم يقول لي إمتى زوري أنا لحضر حالي، ما كنت أعرف، لذلك أنا محضر حالي هلأ هلا. اذا بيجي سيدنا عزرائيل بيسناوني انا ما عندي مانع، مستسلم ومركز اموري كل ما ينبغي في الحياه على كامل الاوجب. ما حدا له معي ليرة سوري ما مكتوب عليها هي امانه لفلان، ما عندي. هلا بيجي بياخذني انا ما عندي مانع، حاضر. كل يوم ما ممكن نام ما صفي حساباتي، شو معي سجنهم، هذول لمين وهذول لمين وهذول لمين. بأنا حاضر هلا، يعني اذا هلا اخذني ما في شيء فكر فيه انه ما سويت شغله فلانيه وسويت شغله فلانيه، بسلم الامور كلها لاصحابها وكلهم بالبيت بيعرفوا هاد لمين وهاد لمين وهاد لمين، مكتوب عليه أمانات للناس. وحاضر هلأ
ترابيجي تناولني هلا؟ لا قال بيطول باله علي ليخلص الدرس عشان ما اقطع عليكم الدرس. بعد الدرس ما راح ياخذني من هون، ياخذني من البيت عشان ما حدا منكم ينزعج. امتى دكتور؟ انت دكتور لازم تعرف امتى. اليوم؟ بكره؟ ما حدا عم يقول لي امتى، ما بعرف امتى. وكل واحد منكم اجهل مني ما بيعرف امتى دوره. اعطاني درس صغير قاعد عم باكل، ودعت الناس كلها راحت على الحج، ما صار في حدا. قبل الوافه بيومين انا قاعد عم باكل طن التليفون. نعم. قال تروح على الحج؟ بعد ما قلت له لا، قلت له بس انا ومرتي. قال انت ومرتك؟ قلت له بدي عكازي. قال وعكازي؟ بعت لي صورة جواز السفر تبعك وتبع مرتك. بعت له صورة جواز السفر. ما في روح ابني وصلها. أنا قاعد صورت على التليفون جواز السفر تبعك وتبع مرتي. بعت له الصورة على الويس آب وصلت لعنده. قال لي اجت الموافقة إلك ولمرتك، ما اجت للعكادي. استسلمت. والله أنا بتعب على الطريق، يعني ما بدي مين يعاون، ما بهتم حمل شنتاي أنا. رب العالمين بالمطار بعت لي مين يحمل لي شناتي ومين اتعكز عليه، مين يحطني بالعربية ويسوق العربية؟ منين اجوا؟ ما بعرف. اجوا من بابه وخدموني في الحج أكثر ما ابني يخدمني ذهابا وإيابا. بعت لي نسوان ورجال. هذا الفضل والكرم. بعد ما رجعت حطيت راسي عن خدي بدي نام، قام اجاني حكاني كلام. قال لي هي تجربه مفاجاه عملنا لك اياها، دير بالك من مفاجاه ثانيه بدنا ناخذك على الاخره. قلت له انا حاضر ولا فرمعي. ما علي دين ولا ليرة سوري لمخلوق على سطح الأرض، وأنا بخاف من الدين لأنه الميت روحه محبوسة بين السماء والأرض لا ترفع إلا بوفاء دينه. مو بذكر الله 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 الله، كمان بدك تنظف حالك من المخلوقات، ما يكون لمخلوق له عليك حق من الحقوق. فأنا الحق المادي ما حدا يقول عني فيه، لا قليل ولا كثير، ولا بجيب غرض لبيتي ما أدفع حقه مهما كان يكون. لذلك بنام مرتاح، ما بشي يزعجني. فذكر الله يحتاج إلى تصفية النفس من الشوائب المادية والمعنوية. ما بعتقد في إنسان على سطح الأرض له علي حق وأنا أسأت بحقه. جيت على الجامع لهون عمري 17 سنة. ألا تجاوزت 100، لكن بكل هالحارة ما في واحد أذيته.
لا مادي ولا معنى. والآن إذا رجعت على حي، هل أنا ولدت فيه ما حدا بيعرفني؟ صرت أنا معروف هون أكثر من الحي اللي أنا ولدت فيه. في منكم عم يفهم فهم بالمقلوب، إنه أنا عم بمدح حالي، إنه شوفوني مين أنا. أما الحقيقة عم بحكي لكم أنا شو ساويت حتى صار عندي الطمأنينة. إذا هلأ بياخذوني مع المانع، معناها تعلموا، مو بس تذكر الله 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 الله، بدك تصفي النوايا نحو الخلق. ما يكون إنسان أو مخلوق يقلو عليك حق أنت أذيته أو ضريته، بدءا من الدباني. هذا معنى من معاني ذكر الله، ما قاله النووي على رأسي، وما قاله الشيخ محي الدين. على رأسي مين محي الدين؟ الإمام النووي اسمه محي الدين النووي، ومن درسين مر عليكم الجنيد، والدرس اللي بعده مر عليكم ابن العربي محي الدين. واليوم بحثكم بمحي الدين النووي، مو كلام هون وبس، بدك تتوسع وبصير عندك بحبوحة، وتجمع الكلام اللي حكولك ياه مبني على ايش. صحن الجامع يمكن كان أدى الفتحة، هاي ما كان أدى الفتحة دكتور؟ ما ممكن وقف أنا ومرأة بصحن الجامع. روحي لعند الحجة اللي جوا احكي معها، حتى ما افتح على حالي شبهة انه شو واقف عم يساوي هو وياها. بدها تسالني سؤال فوتي لعند الحجه، لانه واقف انا وياها بصحن الجامع تسالني وجاوبها، هذا مجال للتهمه. يعني الشيخ شو واقفه هو وياها؟ وجيت مرة سألتني سؤال قدام مرتي، كتبت لها الجواب، قلت لها حطيه تحت المخدة، وإذا زوجك شافك لا تخافي. وإن شاء الله بتنحل المشكلة بينك وبين زوجك. كل يوم تخانق يا وجودة. أنا كنت في بداية الأمر لسه، كتبت لها حجاب، هي لا بتقرأ ولا بتكتب، بس الحجاب اللي كتبته حجاب. جوزة انتبه، قال لها روحي ساوي لنا فنجان قهوة، سحب الورقة أراها ورجعها، شربت فنجان القهوة هي وياه، بعد منها ما عاد خانقوا وما عاد زعلوا من بعضهم. هي فرحت انه الشيخ كتب حجاب وقاموا تصالحوا وما عاد خانقوا، هو أرى الحجاب ورجعوا لمطرحه. بعدين قلب المخدة، قال منين هي الورقة؟ شو عم تسحريني انت؟ قلت والله رحت لعند الشيخ قلت له انه احنا عم نتخانق، قام كتب لي الحجاب.
الآخذين أعيب تربي ميتون. تعدلت الأمم بقراءة الحجاب. تتعلموا تكتبوا حجب؟ اللي بيحب يتعلم معلمه. أنا شو كتبت؟ وكنت في هذاك الوقت أنا أمي ما بعرف شيء، كتبت يلي بزعل بزعل حاله، هلي بيبسط بيبسط حاله. شيخ رمضان أخذ 5 قروش منشان يأكل هو وعياله بكل بساطة. أرد حجاب ومع الخانهم مع بعضهم وهديت الأمور بيناتهم. وبعد شي شهر مرأة واحد لعندي ما بعرف قال لي أنت شيخ رمضان؟ قلت له والله بدولي شيخ رمضان. قال لي أنت كاتب حجاب لمرتي؟ ترى شو مكتوب بالحجاب؟ لا اعرف انه كتبتي ولا لا. قال لي كاتب انه اللي بزعل بزعل حاله بيبسط. ايه والله انا كاتبه. قال لي وعطيتك مرتي 5 قروش؟ ايه نعم. قال لي ما بيكفوا 5 قروش على هذا الحجاب، هي 15 قرش، هذول هنية مني لك على الحجاب تبعك. ف15 و5 صاروا 20 قرش. ال20 قرش بيطلعوا أكثر من 100 ليرة اليوم، 100,000 ليرة. ال20 قرش شلون أنا حسبتهم بيطلعوا أكثر من 100,000 ليرة؟ كنت آخذ البيضة بنقلة مسلوقة ومكسورة، وكانت البيضة تنباع بقرش، ال10 بيضات 10 قروش. فاليوم 10 بيضات قديش حقهم؟ ٥٠؟ ٥٠٠ ليرة؟ يعني صاروا ال5 قروش 500 ليرة. فأنا عم بحكي لكم على ذكر الله، يلي منكم له رغبة ببيا ونعمل، واللي ما له رغبة بكيفه. لكن نتائج ذكر الله إلك ولا إلي؟ قال وعن ضمرة ابن حبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله ذكرا خاملا فقيل يا رسول الله وما الذكر الخامل؟ الخامل شو الخامل؟ الظاهر كل الناس بتشوفه، أما الخامل مخبى عن الناس. قال الذكر الخفي، هذا الذكر الخامل. وقال أحدهم بقلب فاذكر الله خفيا عن الخلق بلا حرف. وقال وهذا الذكر أفضل كل ذكر، بهذا قد جرى قول الرجال، بهذا قد جرى قول الرجال الذكر الخفي الذي لا يتطلع عليه الملائكة. بينك وبين الله لحالك بدون
ما تتلفظ بلسانك، غمض عيونك وإله إلى قلبك، إله أنت تذكر الله، مو أنا بتذكر الله، أنت تذكر الله. بتغمض عيونك ما بتشوف إلا فتحت عيونك منشرح الصدر. منين إجا الانشراح؟ لما أقبلت على الله بذكره شرح الله لك صدرك بفضله. مطالبة النفس بثمرات الذكر بعد الفراغ من ذكر الله، وذلك بالمحافظة على الطاعات ومجانبة اللهو واللغو والإثم والمحرمات والاستقامة في الأقوال والأفعال والمعاملات. يعني معناها مو ذكر بس الله 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 الله، ذكر الله بده يظهر على جوارحك، بده يظهر بأعمالك، بده يظهر بأخلاقك. الدكتور مصطفى عرفي درس في أمريكا وصار طبيب في أمريكا واختصاصه نسائية، وشاب ما له متزوج، ونسوان أمريكا وما أدراك. فأنا مرة عم سامر أنا وياه عم نتمازح، عملني فتاشة بدي أعرف نتائجها. هذا الإنسان اليوم صار من فوق 60 على خط استقامة وذكر الله دائما. حبيت مرة أتحركه بالماضي، قديش ماري عليك بنات ومتزوجات وأمهات؟ قال لي ما بحياتي نظرت بوجه امرأة وعرفتها من هي. بيولد المرأة ولا ينظر إلى وجهها، لأنه ما له مصلحة بوجهها ولا له مصلحة يعرف أنه هي أنا ولدتها وهي أنا ولدتها. تيجي لعنده واحدة بتقول له أنت ولدتني من 20 سنة، ما بعرف أنا. معناها ما ذكر الله بقلبه، ذكر الله بقلبه وجوارحه. هذا معنى ذكر الله. وهون عم يقول الذكر الخفي بقلبك، فاذكر الله خفيا عن الخلق بلا حرف وقال، ما بكلام. وهذا الذكر أفضل ذكر، بهذا قد جرى قول الرجال. بيتين موزونين. بعدين مطالبة النفس بثمرات الذكر بعد الفراغ من الذكر، وذلك بالمحافظة على الطاعات ومجانبة اللهو واللعب واللغو. معلش ما زي حدا أنا الشيخ زاهر، شلونك أنت ومرتك مبسوطين ولا مو كتير؟ كم وحدة شفت بهالعالم أحلى من مرتك؟ احكي لنا، شفت أحلى لما ما شفت؟ ما شفت؟ ما شفت غيرها؟ الله يعينك على السؤال والجواب.
وما من إنسان ينظر إلى امرأة ما تفوق زوجته إلا وقع بالزنا. ليس الزنا لقاء الرجل مع المرأة فقط، لا، إن العين لا تزني وزناها النظر، وإن القلب لا يزني وزناه الميل، وإن اليد لا تزني وزناها اللمس، وإن العقل لا يزني وزناه الكلام. ما المهم، بس عنا ذكرنا الله، ذكر الله بده يطلع من قلبك إلى جوارحك، بده يصير كل ذرة بوجودك تذكر الله. فإذا كل ذرة بوجودك ذكرت الله، هل يمكن أن ترى بعيني رأسك معصية لله، أو بقلبك أو بيدك أو بعقلك أو بفكرك أو بخيالك في المستقبل؟ هذا معنى ذكر الله، مو بس ذكر الله 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 الله. يعني هي أحلى، ولا والله يمكن شايف هي أنا أطول من مرتي، وهي أتخن من مرتي، وهي أنحف من مرتي. متى اشتغل التفكير وقعت في الزنا، وقعت في الحرام. فلا يمكن لقلبك أن ينجلي وفي نفسك ميل إلى ما لا يرضي الله. أنا عم فكر صاحب واحد يكون غني، بركي يعني من غنى بيطرطش علي شوية، بمجرد الخاطر أنت مؤاخذ. وتقصد غير الله، فكيف لقلبك يميل لغير الله؟ إذن أنا بدي أعمل صلة مع الغني الذي لا يفقر ولا يفقر، وعلى فقري أذلي وهواني بدي أعمل الصلة مع الغني الكبير الذي هو مد خلقه بالغنى. وإذا كان طلبت منه يغنيك، هو عنده قدرة؟ الشيخ بشير فلاح، ابن فلاح، ولا يمكن يخطر لباله يوم من الأيام يصير عنده بيت. أنا أصير عندي بيت؟ وأتزوجناه رغم أنفه، ما بدر ما عنده بيت. تزوجناه وتنأول من مكان لمكان، حتى الله واحد ساكن ببيت بده يترك البيت، طالع خلقه منه، فأجا بيحكي لي قلنا له روح شمنا يا البيت، شاف البيت، اشترى البيت وأجره لأنه ما له عوده، ساكن عند أهله، أجر البيت. فمين المسؤول عن أجار البيت؟ أنا. فأنا رحت دحشت في اثنين شباب، اثنين الشباب طلعت دراستهم بالالكترونيات، والالكترونيات في هذاك الزمن كانت نادره. واحد منهم ظاهر قال لي تعال شوف شو كاتب عنك عمر حمشو. عمر حمشو يعتبر اكبر رجل الكتروني اليوم، كاتب بالفيسبوك، أول من علموا الإلكترونيات شيخ رمضان.
حسب زماني ومكاني كنت أشتغل في الصمامات، بعدين انتقلت على الترانزستورات، بعدين صرت أشتغل بالآسيات، ولحد هلا أنا بشتغل. لكن لقيت كلمته هو بمكانته يقول أول إنسان علمني الإلكترونيات شيخ رمضان، هو وخالد الدباغ سكنتهم بالبيت تبع الشيخ بشير حتى خلصوا دراسة وسافروا على حما. رجع بشير، الشيخ بشير سكن بالبيت هو ومرته وولاده، وجاب ولاده بالبيت واشتغل التوفيق، ولاده تجوزوا فتحوا بيوت. في حدا ساكن عندك؟ صبي البيت له لمرته وكبير عليه هو مرته، يعني صارت مسكينة عادة ما عاد يطلع بإيدها تخدم هيك بيت، نجيب لك صانعة. لا معلش، مشان الحلال والحرام نعمل لك عقد عليها. ما لك إذا تعلمت أنا اليوم من ذكر الله، فذكر الله في القال، وذكر الله بالحال، وذكر الله في الأعمال، وذكر الله في الحركات والسكنات. هذا معنى ذكر الله. ما ذكر الله فقط الله 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 الله، لا، بدك تجمع مع صلة قلبك بالله عز وجل، تتخلق بأخلاق الله. من أخلاق الله ممكن الوقت يضيع سدى، أو بتحاسب نفسك على الثواني، هي الثانية مرقت في غفلة عن الله أنا مسؤول عنها، ساعات عم نضيعهم بالغفلة عن الله وبطق الحنك مع زيد وعبيد. عم أحكي غلط أنا؟ بدك تحافظ على الثواني من الوقت، ما تصرف ثانية إلا في رضا الله. هذا معنى ذكر الله، مو معنى ذكر الله 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 بعدين جناحات فلتانة. إذا جناحات فلتانة الطير بيطير؟ بيطير شيء؟ إذا ما ارتبطت جناحاته فيه ما بيطير. فبدك تربط جناحاتك، أخلاقك وأعمالك وأنفاسك مع اسم الله عز وجل لتكن ناجحا في الحياة، وتجد في هذه الحياة ما يسعدك فيها وبما بعدها. أنا ما بعتقد في إنسان موجود في العالم أسعد مني أنا، سعيد. لو بطلب لبن العصفور بيجي، من أين أتت السعادة؟ لما رضيت بالقليل أكرمني بالكثير، ولو نعيت بالقليل لحرمت الكثير وحرمت القليل، لكن راضي. بيجوا 5 رضيان، بيجوا 10 رضيان، بيجوا 20 رضيان، وبدأت حياتي في عمل، وأملي بفضله وكرمه أن لا ينقطع ما دامت الحياة. ما دامت الحياة أن لا ينقطع ما قمت عليه في هذه الحياة. كانوا الناس يجوا لعندي يقولوا لي لكن ما أعرف شلون أنت عايش؟ عايش فيها. بعض الناس أراد ينام عندي، نام عندي فترة زمنية
وراح. ليش نام عندي ما بعرف. تري نام عندي عبيد روس. شلون أنا عم أعيش؟ أحدهم صارحني بالخمسينات قال لي لو دخلك اليومي 50,000 ما بيكفيك، ما بدي شيء ولا عاوز شيء، والحمد لله كل شيء موجود وكل شيء بيجيب وقته. 450 إنسان كانوا يأكلوا من بيتي يوميا. بعد 3-4 سنوات عملوا لي 3,000 ليرة بالشهر علشان لأني أنا عم طعمي 450 طالب. ما يوم من الأيام سألت العليم الخبير بيعرف شو حاجتك ببعث لك إياها من دون طلب، بس تكون أنت على ثقة معه، تكون أنت على يقين بأنه هو الذي يعطيك، ما جهدك وعصايتك أنت بتركض للجيب كد يميني وعرق يميني. أنا يمينك هذا؟ مين حرك لك يمينك؟ مين جعل جبينك يعرق؟ ما في لا يمين ولا جبين. إذا إجا الفضل الإلهي ما عاد تحتاج لا يمين ولا جبين. وكل هالعمر عايش ومستور وما احتجت مخلوق كل هالعمر. واللي منكم قريب بيعرف أنه أنا عندي صفة ما بتنقم 24 ساعة. مين ما أجا تفضل. والله بعت لي المرة الأولى قعدت عندي شي 45 سنة تركتني وراحت. كانت تعشق الضيف وكنت خايف بعد منها ممكن تجيني وحدة يعني تتحمل هالعبء الكبير. أم الله بعت لي وحدة بعد ما راحت الأولى جامعية، جامعية ومثقفة راح تتأقلم بهذا، وقام طلعت أكثر من الأولى مأقلمة. ويوم هلي ما بديها ضيوف ما بتعرف تأكل. مين لن ينقلبها؟ هو. مين رضاها؟ هو. إذن أنا مالي شيء، وكل واحد منكم ما بيملك بهالحياة شيء، وهذا اللي الله حكى لنبيه ليس لك من الأمر شيء، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله. سمعوني، لا إله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وأوصل ثوابها إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم صدقة من جنابه الكريم إلى من كانت في سببهم ومن أجلهم وعلى نيتهم رحمهم الله.
آنسهم الله عوضهم الله الجنة. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز اللهم عن سيئاتهم، ولقهم الأمن من عذابك حتى يلقونك آمنين مطمئنين بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا والحقوق علينا والمسلمين أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتح. عزي إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي.